في توجيهات رئاسية بدراسة أوضاع الطلاب المصريين اللي كانوا بيدرسوا في أوكرانيا، وده طبعا حرصا على مستقبلهم. وبالفعل تم البدء في تلقي أوراق الطلاب علشان يتم تحويلهم للدراسة داخل الجامعات الأهلية والخاصة في مصر. بدأ الطلاب المصريون العائدون من أوكرانيا في التوافد على مقر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقاً للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم. وأوضحت الحكومة أهمية الالتزام بكافة الضوابط المتعلقة بإحضار كل الأوراق الثبوتية مثل جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 من فبراير عام 2022، وأيضاً إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية، وحيث تعمل الدولة على مساعدة الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حالياً، وبما يحقق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كذلك فإن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للاطلاع والتعرف عليها. وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر طبقاً للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين بالدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24 من فبراير في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية الذي يدرس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطاً لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.